طموح وإصرار وتحدي وصلوا لمنتخب مصر بعد ما كان بيلعب في دوري الدرجة الرابعة، لاعب بإمكانيات فنية مميزة، خامة مبشرة بتظهر للكرة المصرية، ولاعب عاشق للنادي الأهلي. السلام عليكم. لعبنا النهاردة بدأ في دوري الدرجة الرابعة المصرية، وبعد 5 سنين انضم لمنتخب مصر الأول بعد ما تألق مع جمهورية شبين وتألق كمان مع حرس الحدود، وقدر يسجل للحرس هدف الصعود إلى الدوري الممتاز. وبعد صعودهم للدوري الممتاز وبعد 3 مباريات فقط لفت انتباه ناس كتير جدا، ومن الناس دي كان روي فيتوريا مدرب منتخب مصر علشان يضمه لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة بلجيكا. كمل او ما كملش مع المنتخب فهي قصة ممتازة بتبين لك مدى الارادة والاصرار اللي عند اللاعب، اللاعب اللي عايز يبين امكانياته لكل الناس. حلقتنا النهاردة عن مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود الاهلاوي الجميل. ايوه زي ما بقولك كده، اهلاوي جدا جدا ومتعصب كمان، ودي بعض الصور وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي وكذا صورة بتبين لك ان اللاعب بيعشق النادي الاهلي حرفيا. ما علينا، في الحلقة دي هعرفك مين هو مصطفى زيكو وايه مركزه في الملعب وامكانياته الفنية اللي وصلته لمنتخب مصر الاول، وحاجات كتير جدا هنتكلم عنها في الحلقة دي. بس فضلا وليس امرا، ياريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي. يلا بينا نشوف مصطفى زيكو. بص يا سيدي، اسمه الحقيقي مصطفى عبد الرؤوف الشهير بزيكو، مواليد 17/4/97، يعني عنده 25 سنة في الوقت الحالي. طوله 1.75 متر وبيلعب برجله اليمين. مركزه في الملعب بلاي ميكر، وبيلعب جناح شمال وجناح يمين، وكمان بيلعب في مركز 8. زيكو بدأ مشواره مع نادي جمهورية شبين وتدرج في كل الفئات السنية لحد ما لعب في الفريق الاول، وبالفعل تألق جدا مع نادي جمهورية شبين لحد ما بقى كابتن الفريق، ولعب معاهم لحد صيف 2020 علشان ينتقل الى نادي حرس الحدود وقتها. ولانه لاعب واعد فجمهورية شبين تنبأت انه هيروح فريق كبير من حرس الحدود، علشان كده حطوا بند في العقد بتاعه انهم ليهم الحق في 25% في نسبة اعادة البيع. المهم مصطفى بعد ما راح حرس الحدود ساهم بشكل كبير في صعودهم الى الدوري الممتاز، وكمان سجل هدف الصعود في مرمى الاولمبي في اخر مباراة في الجولة، وقدر يوصلهم ويقودهم الى الدوري الممتاز. وبعد 3 مباريات فقط بعد صعودهم للدوري الممتاز قدر يلفت انتباه ناس كتير بتتفرج على حرس الحدود او بتتفرج على الكرة المصرية عموما. الناس دي شافت انه لاعب عنده امكانيات كويسة وخامة محترمة، كمان في الـ3 مباريات قدر يفوز بافضل لاعب في مباراة فاركو، رغم ان حرس الحدود خسر في المباراة دي، ولكنه قدم اداء مبهر وممتاز جدا. ازاي افضل لاعب في المباراة وما سجلش وبتاع؟ عايز تشوف اداءه يا صاحبي خش اتفرج عليه. لو هنتكلم عنه فنيا، فاول ما هتتفرج على مصطفى هتلاقيه انه لاعب حريف، لا حريف بمعنى الكلمة، يعني لاعب الكرة تحت رجليه بيقدر يتحكم بيها بشكل كبير، وعنده سرعة ممتازة ومهاري وقادر على المراوغة بشكل جريء جدا، ما بيخافش من اي موقف، هو بيروح واحد على واحد وعنده الحلول الفردية، ولو في 4 عليه بيقدر يراوغ ويعمل فنتات ويسدد على الجول. مصطفى الجرأة بتاعته بتخليه عنده حلول وبيروح للمدافع ما بيخافش، وبيقدر يبقى حل كبير لناديه رغم ان حرس الحدود قدم اداء سيء حتى الان في الدوري. ولكن مصطفى زيكو تقريبا هو اكتر لاعب قادر يعمل الفارق، وفعليا بيحاول عن اي لاعب تاني. ضيف على ده انه لاعب عنده جرينتا وبيقدر يعمل واجباته الدفاعية، ولاعب مقاتل في الملعب، ما بيلعبش للمهارة لمجرد المتعة بس، لا هو بيحاول يخدم فريقه علشان يبقى حل لفريقه ويقدر يقدم لهم الفارق. زائد ان عنده نسبة تحكم في الكورة بشكل مميز ما شاء الله، بيقدر يتحكم في الكورة تحت رجله، بيلمسها عدد من لمسات كتير علشان الكورة ما تبعدش عنه، ودي حاجة مميزة. واحد هيطلع لي دلوقتي ويقول لي اللاعب ما سجلش ولا هدف ولا صنع ولا هدف، هو راح منتخب مصر ازاي؟ عايز اوريك زيكو في الملعب. انت شفت طبعا مهاراته الفردية اللي عملها مع حرس الحدود في الموسم ده، ولكن دلوقتي هوريك بعض الاهداف ليه مع جمهورية شبين او حتى مع حرس الحدود، تدل انه لاعب خامة محترمة وقادر يقدم حاجة، ولاعب واعد جدا ان شاء الله.
الله. زيكو لما بيلعب في مركز البلاي ميكر بيقدر يكمل داخل منطقة الجزاء، بيكمل كمهاجم تاني يعني، وبيقدر يسجل بدماغه وبيتقن جدا الكرات الرأسية. وادي هدف في المقاولين وهدف تاني برضه سجله بضربة رأسية بارتقاء مميز تبين ان عنده مواصفات المهاجم التاني بشكل كويس وبيقدر يعمل ده. ولما برضه بيلعب بلاي ميكر بيسدد تسديدات صاروخية وبيجي من الخلف للأمام بيبقى خطر جدا ولاعب عنده رؤية وفعلا خامة مميزة. كمان لما بيلعب وينج بتلاقيه برضه قادر يعدي واحد على واحد ويبقى عنده حل فردي ويروح على الجول ويسجل اهداف، ومهاراته الفردية عالية بتخليه عنده حلول انه يعدي بشكل كويس ويعمل الفارق ويلعب الكرة ويسجل هدف ويعمل الفارق علشان يقدر يفيد فريقه. كمان ضيف على ده انه بيتقن جدا لعب الضربات الثابتة وبيلعب الفاولات بشكل مميز، ودي ضربة ثابتة سجلها هدف عالمي حرفيا قدر يسجله بتكنيك مميز وبقدرة عالية. بص يا سيدي، الخلاصة من الرغي ده كله انا مش برشحه دلوقتي للاهلي او الزمالك، انا زيك محتاج اشوفه بشكل اكبر ومحتاج انه يثبت لي انه خامة كبيرة وقادر يعمل التطور والفعالية بشكل اكبر. ولكن انا بقولك انه موهبة كويسة ولاعب واعد قادر ان شاء الله بامكانياته لو عنده ارادة انه يكمل اكتر من كده وحلمه ما يقفش هنا، قادر يكمل وقادر يبقى من احد ابرز الاجنحة في الدوري المصري حرفيا. والكلام ده هنشوفه في السنين اللي جاية او المواسم اللي جاية. وطبعا ملحوظة صغيرة، اللاعب سجل اهداف اكتر من كده ولكن طبعا مش موجودة على يوتيوب. انا تعبت جدا علشان اعمل تقرير للحلقة دي وفرحت جدا ان اللاعب اهلاوي، واذا كان هو اهلاوي فهو عنده طموح انه يوصل لحاجة في يوم من الايام وان شاء الله يتطور ويبقى فعال بشكل اكبر على المرمى علشان يوصل لمكانة اكبر من كده، وممكن في يوم من الايام ينضم للنادي الاهلي ان شاء الله، وليه لا. وكده انتهت حلقتنا صديقي، وتكلمنا عن مصطفى زيكو المنضم حديثا لمنتخب مصر واللاعب الاهلاوي اللي نتمنى انه يتألق في المواسم اللي جاية وخصوصا الموسم ده. اتمنى يا شريكي قبل ما تقفل الحلقة توحد الله لا اله الا الله وتصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، وتكتب لي في الكومنتات تحت رأيك في مصطفى زيكو وهل هو خامة محترمة ولا شايف انه لاعب زيه زي اي لاعب. اخيرا اشوفكم بخير، سلام.